السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس آخر من دروس الوحدة السادسة يونت 6 للصف الخامس الإعدادي. التمرين اليوم اللي راح ناخذه هو تمرين مفردات، موجود في صفحة 154 page 154 page 100 page 154 صفحة 154، وهو تمرين بي. تمرين بسيط ويفيدنا يعني كحصيلة لغوية نتعلم منه معاني واستخدامات وقواعد في اللغة الإنجليزية. يقول complete the sentences with nouns from the box. هذا العنوان والمطلب، يقول complete the sentences، أكمل الجمل with nouns بالأسماء from the box. box هذا الصندوق أو المستطيل. make them plural if necessary. make them يعني اجعلها plural في حالة الجمع إذا كان الأمر يتطلب ذلك. لاحظ الكلمات هي paper, glass, coffee, time, hair, exercise. شنو اللي يميز هذه الكلمات؟ إذا تذكرون أو تراجعون الفيديو اللي خاص بالجمع، قلنا عندنا في اللغة الإنجليزية أسماء معدودة، يعني ممكن أن تجمع لها مفرد وجمع، وأسماء غير معدودة، أسماء كمية يعني ليس لها لا مفرد ولا جمع، لأنها ببساطة لا يمكن عدها، لا يمكن رؤيتها ككيانات مستقلة حتى نفرزها ونقول هذه معدودة. وأخذنا الأمثلة، يعني السوائل كلها تعتبر مواد غير معدودة، يعني الكوفي والووتر والميلك، الشوغر، الرايس، هذه الحبوب واللي يتكون من ذرات، واللي يتكون السكر يعني الرز، إلا إذا حددناها مثلا ذرة من السكر قلنا، أو حبة من القمح، أو حبة من الرز، ذاك بحث آخر. لكن عندما نتحدث عن الرز والهواء والدخان والطحين والسكر والحليب، هذه كلها أسماء غير معدودة. بالإضافة إلى كلمة money باللغة الإنجليزية غير معدودة، لأنه النقود كلمة مصطلح عام. النقود تتكون من فئات، من قطع نقدية وورقية وعملات مختلفة، فلا يمكن جمعها إلا إذا حددنا نوع العملة. البريد كذلك، الخبز، هذا يعني الشيء يختلف عن اللو، إلا إذا قلنا رغيف من الخبز، طبعا loaf of bread في الإنجليزية راح يصير معدود. لكن عندما نتحدث عن الخبز بصورة عامة، لأنه مثل ما تعرفون أيضا الخبز حالة حال الماني، يعني يوجد أشكال مختلفة من الخبز والصمون وغيرها، فهنا لا يمكن عدها إلا إذا حددنا نوعها. الآن مرة تكون نفس الكلمة، مرة تكون معدودة ومرة تكون غير معدودة حسب المعنى، يعني لكل كلمة منها معنيين. معنى راح تنحسب إذا أخذناها بهذا المعنى، راح تعتبر من الأسماء المعدودة الكاونتبل اللي يمكن عدها، وإذا أخذنا المعنى الآخر راح تعتبر غير معدودة وانكاونتبل. مثال paper، كلمة paper لها معنيين. الورق يعني كمادة، مادة الورق، هذه تعتبر غير معدودة. ومرة لا، نقصد paper ورقة مثل هذه، this is a paper، فهنا هاي لها مفردة ولها جمع وتكون معدودة. نعم. مثلا إذا قلنا this book is made of paper، هذا الكتاب مصنوع من الورق، هنا كلمة paper يعني مادة الورق، فبذلك تكون غير معدودة. آخر أو الكلمة الأخرى glass، الجلاس لها معنيين. الجلاس تأتي بمعنى الزجاج وتأتي بمعنى القدح، حتى بالعامية نقول جلاس، فإذا كانت تعني مادة الزجاج هنا تعتبر مادة غير معدودة، وإذا كانت تعني القدح اللي مصنوع من الزجاج طبعا هنا راح تكون أسماء معدودة، يعني لها مفرد وجمع، ممكن يضاف لها اسم جمع، أما في الحالة الأولى لا، ما يمكن إضافة اسم جمع. وعندنا كلمة جلاسز دائما ترد جمع، هاي كلمة أخرى glasses، يعني نفس الكلمة glass بس بها بالإي إس بالنهاية، هاي دائما جمع، يعني ما نقدر نحذف منها الإي إس، إذا حذفناها منها الإي إس راح يصير تجي بمعنى زجاجة وتجي بمعنى قدح مثل هاي glass الموجودة هذه، إذا رفعنا منها الإي إس، وإذا أضفنا لها الإي إس دائما هي تكون تنتهي بإي إس، هذه النظارات، النظارات نسميها glasses في اللغة الإنجليزية، كلمة ثابتة يعني هذا معناها، وهي جمع أيضا لأنه
النظارة تتكون من عدستين فنعتبرها جمع glasses، هاي غير كلمة مو هذا اللي جاي نحكي عنها اليوم. كلمة أخرى كوفي اللي هي القهوة، مادة القهوة أحيانا نعني بها محصول القهوة وأحيانا نعني بها كوب القهوة. يعني مثلا هسه مثل ما راح نشوف بالمثال، يجلس شخص يقول I want two coffees، يعني ضيف S بالأخير لكلمة كوفي، سواها جمع معدودة. زين إذا كوفي هي القهوة غير سائل غير معدودة، شلون نضاف لها S؟ هنا يقصد كوبين من القهوة، يعني قل له Please I'd like two cups of coffees، فبدل لا يقول two cups of coffees يختصر يقول two coffees، يعني اثنين من أقداح القهوة. time لها معنيين، تجي بمعنى المرار مرة، one time two times three times، مرة مرتين ثلاث مرات، وأحيانا تعني الوقت بصورة عامة، مثل تقول I have plenty of time، أحتاج إلى وقت كثير، I have no time، أنا ليس لدي وقت. فإذا كانت بمعنى وقت فهي الوقت يعتبر غير معدود، إلا إذا حددنا الوقت ساعة أو دقيقة هذا راح يكون معدود. واللي هي تعني مرة، كم مرة يعني تقوم بالفعل، فهنا تكون يعني اسم معدود وممكن يضاف لها اس الجمع. عندنا هير، كلمة الأخرى هير اللي هي الشعر، ممكن أن تعني الشعر يعني بمجمله، وممكن أن تعني خيوط الشعر، كل خيط من الشعر هذا راح يعتبر معدود، خيط من الشعر أو خيطين من الشعر هذا نعم ممكن يكون اسم معدود ويضاف له اس الجمع، نقول two hairs شعرتان. لكن مثلا إذا نعني الشعر مثلا نقول your hair is black، مثلا شعرك أسود، هنا نعني الشعر بمجمله، فهنا ما يصير نخلي اس الجمع. عندنا كلمة exercise الأخيرة، exercise لها معنى يعني التمارين الرياضية، هاي تعتبر غير معدودة، يعني ما يجي واحد الحركات اللي يؤديها أثناء التمارين الرياضية ما يقدر يعدها، وما ماكو يعني واحد يقول مثلا أنا قمت ب 200 حركة 105 يقعد يعد، هي هكذا هي موجودة. إذا كانت تعني كلمة exercise، إذا كانت تعني التمارين الرياضية فهي غير معدودة، وإذا كانت تعني التمارين الموجودة بالكتاب مثل هذا الاكسرسايز، two exercises three exercises، هنا صير اسماء معدودة ولها مفرد ولها جمع وتأخذ اس الجمع. وإذا كانت بمعنى تمارين رياضية فهي اسم غير معدود ولا تقبل اس الجمع وليس لها مفرد ولا جمع. نجي خلينا نحل، نقول a cola and two coffees please، يعني راح يستخدم كل كلمة منهم مرتين، مرة بمعنى كاسم معدود ومرة كاسم غير معدود. فيقول a cola and two coffees please، يعني a cola one bottle of cola، يعني زجاجة من الكولا، و two coffees two cups of coffee، يعني كوبين من القهوة please. number two careful there is broken on the floor، careful هنا يقول احذر يوجد على الأرضية شيء مكسور، شنو هو؟ broken glass زجاج مكسور، زجاج glass، هنا الglass يعني مادة الزجاج وهو اسم غير معدود. he found 10، شوف من نشوف عدد مثل هنا 10 10 يعني اكيد راح يجي اسم جمع وراها معدود، فانا اقول هو اتصل in one day 10 مرات، يعني 10 times اتصل 10 مرات في يوم واحد، هنا times المعنى اللي يقصد به مرات وهو اسم جمع. I just haven't got to help you today، يعني ليس أنا فقط ليس لدي لمساعدتك اليوم، ليس لدي ماذا؟ ليس لدي وقت، فنقول I haven't got time بدون S، لأن كلمة وقت اسم غير معدود. I'd love a of orange juice، أيضا من يشوف كلمة a اللي هي أداة تنكير الاسم المفرد، فمعناها هذا راح يكون عندنا اسم معدود لكن في حالة المفرد، يعني ما بي اس بس هو معدود، يعني ممكن يجمع بغير جملة، ممكن او هي نفس الجملة، مثل ممكن ما تقول a glass of orange juice نقول two glasses راح نضيف فيه اس صير جمع. فهنا I'd love a glass لكن هذا الجلاس غير الجلاس اللي في الجملة الثانية، ذيك بمعنى الزجاج مكسور على الارض، لكن هنا هذا اسم معدود، مين عرفناه معدود من الأي، أريد قدحا من العصير البرتقال.
physical exercise طبعا تمارين هاي physical يعني بدني تمارين البدنية is good for the body and the mind يعني مفيدة للجسم والعقل أو الذهن فنقول exercise ما نخلي اس exercise التمارين البدنية are more difficult than usual التمارين الموجودة بهذه الوحدة هي أكثر صعوبة من المعتاد exercises يعني هنا أخذت اس الجمع ويعني تمارين اللي موجودة بالكتاب فهنا نعطيها الاسم الجمع exercise The printer has run printer طابعة has run out of نفد منها الورق مادة الورق أو paper هسه ممكن تجي paper بمعنى ورق بس مو شرط تاخذ اس الجمع يعني مرات تكون معنى مفرد شلون هسه جلاس هو جلاس اسم معدود ياخذ اس الجمع بس مو شرط يعني بهاي الجملة راح ياخذ اس الجمع اذا كنا نعني جمع ياخذ جمع اذا كنا نعني مفرد ياخذ مفرد هسه paper راح تجينا في جملة أخرى ممكن تأخذ اس ولكن هي بالضرورة راح تجينا بمعنى الاسم المعدود There is a in your jacket يوجد a يعني اسم مفرد يوجد شعرة one الاي يعني مثل one فيوجد one hair on your jacket There is a hair يوجد شعرة على جاكيته الخاصة بك Apart from that بمعزل عن ذلك you look perfect يعني عدا ذلك انت مثالي وأنيق لكن يوجد شعرة على جاكيت الخاص بك يس أول معطف There is an interesting article in today's يوجد مقالة مثيرة للاهتمام في صحف اليوم Today's papers في صحيفة اليوم أو صحف اليوم ضيف الاس الجميع هنا paper بمعنى الصحف الجرائد نعم المعنى الآخر أيضا اسم معدود يعني paper ممكن تكون بمعنى صحيفة paper newspaper وحدة two newspapers يعني صحيفتين او بدون كلمة news بس paper تعني صحيفة او تعني الورق paper او تعني مادة الورق وبهالحالة تكون غير معدودة they grow a lot of in Brazil انهم يزرعون الكثير من الكوفي يعني محصول القهوة في البرازيل والجملة الاخيرة your بقى قاعدنا غير كلمة hair your hair will look lovely and creamy conditioner with a creamy conditioner يعني شعرك راح يكون جميل باستخدامك للمكيف كريمي فهنا كلمة hair بالمعنى الاسم الغير المعدود اللي لا يضاف لها اس الجميع شكرا على متابعتكم للفيديوهات ونأمل أن نكون استفدتوا من هذا التمرين شكرا وإلى اللقاء